بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لنا إنسان مواطن بسيط، والله إنسان بسيط، خدام عندي متزوج وعندي ثلاثة صغار نجر عليهم، رديني إرهابي بالذات. هنا والله كنجاهد في إياد وآدم وذرية، الحمد لله رب العالمين. إنسان بسيط، ما عندي حتى صلاة مش نصلي فيها على قاعدة، والله لا نصلي. يدخل علي للدار يا رسول الله يخرجوني في صليب وخلع قدام مرتي وذرية تباكى، ولدي عامل له عملية بثمانية ملايين والله العظيم في مصحة حمد العواني في القيروان، والله وصلت نساسي نمد في يدي باش نعمل ولدي عملية. هاو في حالة كلمت أمه تو قالت لي راهو من نهار أنا نستنى فيك تترجع لسوسة ولا للمساحة يعملوا معاه حل. بالنسبة لي أنا ما ضربونيش، لا ضربوني، أما الدخل اللي دخلوا علينا بها للدار ما تجيش، هذاك بدولة القانون والديمقراطية الدولة اللي قال عليها يلا سي الدكتور المنصف المرزوقي يلا قال نحن دولة قانون وديمقراطية. بالنسبة لي أنا كشخص برجولية ما شفتوش القانون والديمقراطية اللي قال عليه، هو الدخل هذيك اللي دخلوا عليه قدام مرتي. خمشني راجل يا رسول، ماني راجل، راجل يهينوني بالطريقة هذيك قدام مرتي في سليب مقعدني وحاط لي كلاش تكين ضايق قاتل طالع، شكون ما يعملش معايا كيك؟ وانا انسان زوالي بسيط، والله نجرع الخبز بالذراع حتى سلام، مرة نصلي مرة نبطل كل مرة كيفاش. انسان زوالي بسيط، يدهموا عليه بالطريقة هذيك ويهزوني، خلوني كان الشاب عامل عملية منحي المرارة وعامل عملية على الكلى ومنحي اللاسوق، يخلوه وحده في داره ويجيبوني انا وثلاثة اخوتي، يجيبونا يعني ينكلوا بينا اشد تنكيل وتمرميد واهانه برجوليه من هذا المنبر. ما نوصل لرساله وما يهمنيش حتى بعد اذا يجوني ويزيدوا حتى يربطوني، ما عنديش حتى مشكله، خلي يربطوني على خاطر ان قلبي تعبى وبكيت قدام ربي. صحيح الراجل ما يبكيش، اما ساعات تجيك ظروف تبكيك بالذراع، الواحد يوصل ويهنوه قدام مرته يبكي بالذراع. لا انسان تهنت قدام مرته وذريه، والله تهنت قدام مرته وذريه، ومستعد حتى يجوني بعد ويهزوني نزيد ويربطوني في القرجان ويعملوني، خلي يهزوني ما عنديش حتى مشكل. اما من هذا المنبر نوجه نداء للدكتور منصف المرزوقي نقول له راح له شوف احس الفريد، والله العظيم عشر كعبات وكعب، عشر كعبات وكعب، ورونا نجوم في الكيلة، والله ورونا نجوم في الكيلة، وحسبي الله ونعم الوكيل. بالنسبة لي أنا على خاطري إنسان زوالي، لا علاقة لا حتى صلاة، أنا قلت لكم والله لا نصلي على قاعدة، لا علاقة لا بجهاد لا بسلفية، لكن جاهد في ذرية الحمد لله. تينا الخبز ما لقيتش باش نشريه، وعاملين لي تهمة باش يبعثوني ورا الشمس هكاك في باطن رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا ما نقول بالنسبة لي. Yeah.